تخلص من ضغوطاتك النفسية. بداية سنعرف معنى الضغط. الضغط هو الإثارة العقلية التي تحدث نتيجة الرغبات الغير محققة. يعتقد الناس حول العالم أن الضغط يأتي بسبب مصادر أو عوامل خارجية، ولذلك فإنهم يحاولون دائما تصحيح الظروف الخارجية. ولكن على الرغم من ذلك فإن المشاكل التي حولنا تبقى دون حل، ويظل عقلنا مستمر في الاستهلاك عن طريق الضغوطات التي نحيا بها. والدليل على ذلك هو أن السرور أو الألم والسعادة أو الحزن والسلام أو الضغط النفسي، كل هؤلاء ليسوا متواجدين في الأشياء الخارجية، بل إنهم موجودين في علاقتك بهم والطريقة التي تتعامل معهم بها. على سبيل المثال، السجائر التي يجدها البعض شيء ممتع يجدها البعض الآخر شيء سيء للغاية. إذن المشكلة ليس في السجائر، ولكن في الطريقة التي نتعامل بها معها من خلال شعورنا بالمتعة أو البغض. والطريقة التي تنظر بها للأشياء تعتمد على شخصيتك الداخلية. إذن الضغط النفسي لا ينبع من الخارج، ولكن ينبع من داخل نفسك ومن شخصيتك التي تتكون من العقل والفطنة، أي ذكائك الشخصي. وبناء على ذلك، فإذا أردت التخلص من الضغوطات التي تؤثر عليك، فعليك باتباع بعض الخطوات. أولاً، عليك تغيير طريقة نظرتك وتعاملك مع الأحداث والأشياء من حولك، بمعنى أن تغير من شخصيتك الداخلية وليس من الأشياء الخارجية. كما يفضل أن تدرك أن لكل إنسان شخصيته المختلفة عن غيره، فأنت لا تستطيع أن تجبر أي فرد على التعامل بالطريقة التي تفضلها، ولكن على العكس من ذلك يجب أن تتقبل اختلاف الآخرين حتى لا يمثل ذلك ضغطا عليك. رغبتك في تغيير مواقف الأشخاص من حولك، لأن عدم تغييرهم يولد لديك الضغوطات النفسية، ولكن تقبلك لاختلاف الشخصيات سيجعلك تنظر بطريقة مختلفة للأمور. كما أن تقبلك للأشياء ليس فقط على مستوى الأشخاص الذين تعيش معهم، ولكن أيضا على مستوى الأشياء التي تحيا حولها، كالدولة التي تعيش فيها والمناخ الذي تحيا فيه. فعلى سبيل المثال، بعض الأشخاص يشعرون بالضغط نتيجة درجة الحرارة عالية جدا أو درجة الحرارة المنخفضة جدا، على العلم بأنه لن يستطيع تغييرها، ولكن يستطيع تغيير نظرته للأمور. وأخيرا، يقول الفيلسوف الهندي سوامي بارساساراسي: تعلم أن تنظر للأشخاص والأشياء والبيئة والمواقف بالطريقة التي هم عليها بالفعل، وليس بالطريقة التي ترغب أنت أن يكونوا عليها. بذلك سيمكنك استيعاب الظواهر العجيبة للطبيعة وتصبح خالي من الضغوطات النفسية.